إطار المخطط الوطني لتحديث وتطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية، استفادت ولاية سيدي بلعباس بحكم موقعها الاستراتيجي من عدة مشاريع، أهمها الخط الجديد المزدوج المكهرب الذي يربط وهران على مستوى وادي تليلات بكل من سيدي بلعباس وتلمسان على مسافة 132 كيلومتر. صمم هذا الخط للسير بسرعة 220 كيلومتر في الساعة، وهو الأول من نوعه في الجزائر. نظرا لطبيعة تضاريس المنطقة التي يمر عليها الخط وكذا سرعة سير القطارات، تم اللجوء إلى إنجاز أكثر من 113 منشأة فنية، منها 55 منشأة فنية كبيرة طولها الإجمالي يتجاوز 18 كيلومتر، أهمها الجسر العملاق الذي يعبر وادي السر على طول 1.8 كيلومتر وبارتفاع 114 متر. كما تم إنشاء سلسلة من جسور ونفق بطول 640 متر بمدخل مدينة تلمسان. يحتوي المشروع على أنظمة حديثة وجد متطورة، وهي في مجال الإشارة نظام ERTMS نيفو 2، أما الاتصالات فتم إدراج نظام GSM-R، بحيث تعتبر هذه الأنظمة أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال سلامة وأمن القطارات والمعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للسكك الحديدية. كما ستتم كهربة الخط لبلوغ السرعة المرجوة وكذا المحافظة على البيئة والاستغلال الأمثل للخط. نظرا لخاصية هذا الخط ونوع المنشآت، تم اللجوء للخبرة الأجنبية في هذا المجال، وأوكلت مهمة الإنجاز للمجمع الإيطالي المتكون من الشركتين ريزاني وكوندوت. أما متابعة الأشغال فأوكلت لمجمع مكتب الدراسات تيبي فلاناج البلجيكي، جيتنزا الإسباني، وسايتي الجزائري. تسير الأشغال بوتيرة جيدة، بحيث قاربت نسبة الأشغال 70%. كما استفادت الولاية أيضا من الخط الرابط بين سيدي بلعباس على مستوى مولاي سليسن وسعيدة، مرورا بكل من تلا ويوب على مسافة 120 كيلومتر. تعرف الأشغال تقدما كبيرا، بحيث تم الانتهاء من أشغال التسطيح ومعظم المنشآت الفنية الكبيرة. كما تجاوزت نسبة تقدم أشغال محطات المسافرين أكثر من 80%. وكلت مهمة إنجاز الخط للشركة الإيطالية أستالدي، أما مراقبة الأشغال فتكفل به مجمع مكتب الدراسات ديسو انترناسيونال الكندي، وأوبرماير الألماني، وبرنار النمساوي. تسير أشغال إنجاز هذين الخطين بوتيرة جد إيجابية، نظرا لما تتطلبه من خبرة ودقة في كل مراحل الإنجاز من أشغال التسوية والتسطيح وإنجاز المنشآت الفنية وأشغال وضع السكة وتلحيمها وإنجاز المحطات وكذا تجهيز الخط بكل أنظمة الإشارة والاتصالات والكهرباء. كما استفادت الولاية من خط يربط بين سيدي بلعباس وعين تيموشنت، وهو قيد الدراسة حالياً.